الرحمن الرحيم. سعدت الان ان نلتقي باحد الاخوه الكرام باسم الكريم. الله يسلمك ان شاء الله بكل شر. خليفه الحال من اين؟ لا خليفه من ولايه غفير. كيف انطباعك عن هذا البرنامج؟ والله انه في البرنامج يعني صراحه جميل جدا. ما الذي ميزه؟ المناظر الطبيعيه. جميل. ما هي رسالتك للاخرين؟ والله ادعي الناس كلهم انه اي حد يحصل فرصه على طول مباشره ما يفوت هذه الفرصه. ما شاء الله، لانها فرصه ما تعوض، وحضور الشباب ما مقصرين، يعني في اشياء جديده كثيره جدا. هل مناسب هذا المكان للرحلات العائليه؟ الوادي قصدك؟ ايوه. نعم ما شاء الله جميل. ممكن هدوء ونظافه وجماليات قريب من الشارع ما كثير يعني. رساله تحب ان توجهها للاخرين نحو رياضه المشي؟ يعني ادعو كل شخص يقدر انه يستطيع يمارس هذه الرياضه على طول، ما يتردد في اي لحظه مباشره. نعم جزاك الله خير. سعدت بالحديث اليك. تسلم. بارك الله فيك. الله يرضى عليك.